سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات، ما يؤكد المنحة السعودية للوضعية الوبائية، فيما تم تسجيل 136 حالة شفاء، ويتواجد حاليا 49 مريضا في العناية المركزة. وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة 12968 والوفيات 892 حالة، في حين بلغت حالة الشفاء 9202 حسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فرار. مع تسجيل 283 حالة جديدة يصبح العدد الإجمالي 12968، أي بنسبة 29.5 حالة لكل 100,000 نسمة. نشوفوا عندنا 33 ولاية تحت المعدل الوطني و15 ولاية فوق المعدل الوطني، علما أن 9 ولايات لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 24 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 5 حالات، و15 ولاية سجلت 6 حالات إلى أكثر. فيما يخص الوفيات، سجلنا 7 وفيات جديدة رحمهم الله، بهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى حد اليوم 892 وفاة. الأشخاص المتوفين 74% من الوفيات العمر تاعهم بين 60 سنة فما فوق، وفي بين 7 اللي توفوا عندنا 6 عندهم أمراض مزمنة. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة، عددهم وصل اليوم إلى 9202، من بينهم 136 تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة وغادروا المستشفيات. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا 49 مريض في العناية المركزة.